مشاهدينا، كان معانا زميلنا تامر من قدام مجلس الوزراء، نقل لنا الاعتصام اللي كان موجود هناك، كان في بعض المطالب للناس اللي هناك. لو في اي مستجدات هنعود مره اخرى لزميلنا تامر من امام مجلس الوزراء. ولكن دلوقتي احنا بنعود مره اخرى لضيفتنا العزيزه الصحفيه الكاتبه الصحفيه ايمان رسلان. استاذه ايمان، خلينا بقى نرجع نكمل مره تانية اللي كنا بنتكلم فيه، وهو موضوع التعليم. حضرتك يعني أبديتي انزعاجك من موضوع ان الدراسة بدأت، كان يعني مفترض انها تبدأ يوم 8، ولكن يوم 8 زي ما قلنا مش كل الناس بدأت. حضرتك نقلتيها الهوا يعني، وكلاء الوزراء نفسهم طلعوا قال لك معلش اصل احنا جمعة يوم السبت ده اجازة. في ناس كتير فعلا يعني بالظبط لما انت واخد سبت اجازة و45 يوم اجازة بس حضرتك كده الامتحانات في موعدها. شوفي احنا بنأكد اهم حاجه في الدنيا ان الامتحان في موعده. حضرتك ذكرتي يعني دلوقتي ده شيء مذهل ان في يعني في بعض المقررات اللي تم حذفها بقى نتيجه لان هم يعني في 45 يوم تأخير، ففي بعض الحاجات اللي حذفت من المقررات الدراسيه. طبعا ده طلع بيها قرار واجتماعات ولجان منبثقه. طيب يعني ما هل ده معنى ده بقى بيعمل نوع من انواع التوازن ان في 45 يوم الناس ما راحتش فيها، بس في بعض المواد اللي اتحذفت فبالتالي ممكن يعمل تعويض بدل ما الطلبه يعني يبقى عندهم يعني ارهاق منهج دراسي كبير ويعني عام دراسي قليل؟ ده بيعتمد على انت بتبصي العمليه التعليميه ازاي؟ لو انت بتبصي التعليميه ان هو ان عندنا اسم العمليه التعليميه يعني كان عندنا عمليه تعليميه وبالتالي قص من المنهج شيل، وانا الحقيقه بصرف النظر يعني تشيل بشكل علمي او لا من منهج ده له اصول. يعني حضرتك لما بتسوقي عربيه ما ينفعش تيجي تقولي انا هشيل الفتيس مثلا هو مش اوتوماتيك هحولها اوتوماتيك. يعني المنهج ده له اصول علميه. احنا شلنا بوجهه نظر اللجنه اللي حطت وهم كلهم ناس افاضل هشيل مثلا حاجات. يعني السنه اللي فاتت هديكي مثال في ايام الاخوان شالوا برضو حاجات من المنهج برضو نتيجه العمل الدراسي وكده يعني. شالوا مثلا الفصل اللي خاص بنضال المراه المصريه من المناهج التعليميه. دي ابسط حاجه. يعني اذا احيانا كتيره قوي خاضع وجهه النظر الشخصيه في اني اشيل. انا كان رايي اني تعمل زي لجنه لاداره الازمات من الاول. نشوف كيف نواجه الازمه اللي احنا حطينا نفسنا فيها، يعني احنا حضرنا العفريت وما عرفناش نصرفه. حضرنا العفريت العام الدراسي نأجله ومش عارفين بقى نصرفه فالغي. كنا نقول مثلا هندي الولاد ساعتين في اليوم زياده. طبعا المدرسين هيزعلوا والنظار ودروس خصوصيه والاولياء الامور واحنا كلنا بناخد داخلين كده كلنا في منظومه ايه عباسيه يعني. او نلغي اجازه يوم السبت، يبقى كان في ممكن اجازه يوم السبت تبقى موجوده، نقعد ساعه دراسيه واحده زياده في المدرسه، كان ممكن نعوض الطالب المصري عن فوق، لان المحصله هي يعني انا الطالب. انت متصوره كم الاجيال اللي ممكن تتأثر بكل هذه الفترة اللي اتلغت؟ ده هيأثر على كذا جيل مش جيل واحد بالمناسبة. انت هتطلعي طالب ما بيعرفش حاجة وهو ما بيعرفش حاجة لغاية دلوقتي ومش ذنبه بالمناسبة، الطالب المصري ضحية سياسات التعليم في المدارس الحكومية. بصراحة بقولها لك احنا لا يوجد عندنا تعليم حقيقي في مدارسنا، انا عايزة نعترف بده علشان نبتدي نفكر مع بعض، لان احنا كلنا بنحب الوطن ده. انت عارفه في موضوع الاخوان وانا قاعده بتفرج عليهم يوم الجمعه وفي الجامعه بالذات، هو ايه اللي مخلي الاخوان كان ليهم هذه الارضيه؟ هو التعليم الرخيص. التعليم اللي ما فيهوش حاجه. التعليم اللي هو شهر ونص. لازم نقتنع ان الامن القومي لمصر مرتبط بالتعليم الجيد. دي مش رفاهيه بالمناسبه. يعني نادرا ما هتلاقي، ممكن يكونوا سيطروا شويه على نوعيات معينه في الطبقه المتوسطه اللي هتلاقيها برضك نتاج تعليم بيحفظ ونتاج تعليم سيء اصلا ما بياخدوش فيه حاجه، انما نادرا ما هتلاقي اللي متعلمين تعليم جيد وفي مدارس انترناشونال يعني مدارس بتاخد وتدي معاكي بتفكري هتلاقيهم سيطروا عليها. ده معناه ايه؟ ان الامن القومي والتعليم ده ليه هم ضرونا وبيقتلوا في الشرطه وكم عربيه اتحرقت؟ ما احنا اللي دافعينها، هم بيحرقوا قلبنا بالمناسبه مش بس قلب الشرطه. فهماني؟ والمنع برضو انك تقفل الشوارع كلها والاقسام كلها والبلد كلها تتقفل، يعني سياسة المواجهة مش بالغلق. لان انت بتزود كمان ضيق الناس من يعني لا عارفين نواجههم ولا عارفين. لا احنا ممكن بحلول تانية نواجه الاخوان. انا رأيي ان التعليم هو احد مداخل الحفاظ
على الامن الوطني المصري. ده مش رفاهيه. احنا وصلنا انه اللي بيحصل ده هو نتاج التعليم السيء على 40 سنه اللي فاتوا، نتاج تعليم لا يتعلم منه شيء. وبالتالي احنا بنواجهه كمان بمزيد من مفيش تفكير احنا عايزين ايه. وبالتالي انا الحقيقه لسه مش من الناس اللي كنت سعيده خالص بالغاء العام الدراسي. كانت الجامعه فيها مشاكل، كنت ممكن اكسر الجامعات تاجيلها على لان احنا كنا عايزين الامن يستريح شويه الحقيقه، يعني يشم نفسه شويه، فبالتالي ونشوف هنركب بقى ادوات مراقبه وبوابات وكده. ما هو ده يقول لك على ايه؟ استاذه ايمان انا بعتذر ان انا بقطع حضرتك، بس انا معايا خبر عاجل. الخبر هو للاسف انفجار عبوه ناسفه بدائيه الصنع بمترو المرغني وابطال مفعول قنبله اخرى. يعني انا مش عارفه يعني الخبر ده لسه وارد علينا دلوقتي. احنا طبعا هنحاول ان احنا يعني نتواصل مع اي حد من خبراء المفرقعات او مراسلينا بس في الداخليه عشان يطلعونا اكتر على الامر، نعرف يعني في اصابات ولا لا. من الواضح بس ان اول يوم دراسي يعني في ناس بتحاول ان هي تعكر صفو هذا اليوم برغم من اتفضل. هو المقصود بكل هذا الموضوع هم عايزين يعملوا اكبر اصابات وان انت تسلطي عليهم الضوء الاعلامي عشان يطيروا الخبر بره وتاخدوا وكالات الانباء، ويبقى انت احنا شغالين في الديلمة دي بقى كل شويه ما ورناش غير اخبار. بس هو وارد ان يعني بقى اولادهم هم كمان رايحين في يعني في المترو او في اي مكان يعني. لا هم ما عندهمش اولادهم في هو اولادهم في مدارسهم، اولادهم في جوامعهم. لازم نعرف ان ده تنظيم، وتنظيم بيتعلم بشكل محدد بدليل انه لسه مستمرين. ما هم يعني الحاجات اللي بتحصل دي وخاصة ان ده انفجار يعني انا مش عارفة بس مش قادرة اتكلم عليه بالتفصيل لان ما جالناش خبر كامل او ما استفسرناش من احد الجهات الامنية. يعني أنا ولكن هل ده ممكن يأثر على اولياء الامور في ان هم يخافوا طبعا اكيد على اولادهم فيحصل تعطل تاني لسير العملية الدراسية؟ انا هقول لحضرتك انا رأيي ان هم بيعملوا كده عشان انا رأيي ان احنا نطنش هذه الاخبار معلش ونمشي في طريقنا. بس ده حصل انفجار فعلي يا استاذه. هل انفجار كبير؟ احنا لسه بنقول لسه ما عرفناش. يعني هي بدايات الصنع وفي واحده تانية تم اطلاع مفاعله. ما قطعش الاخبار واديها اهميه. يا جماعه هم عايزين يثيروا بلبله المواطن المصري ولي الامر. لازم القضاء على الاخوان يجي ان احنا مكملين في حياتنا، انما استسلامنا ليهم ده هو اللي مخليهم يعملوا كده. طبعا سيبك من المواجهه الامنيه، انا بتكلم ايه هو الرعب اللي على المواطن اللي زيه وزيك واللي بيودي المدرسه وكل هذا الكلام. لا احنا مكملين في حياتنا. وهم لما بيلاقوا جمهور هم بقوا بيخافوا. خدي بالك ما بيخشوش معانا في مواجهه حقيقه. يعني انا رايي ان احنا نكمل ونكمل في طريقنا، وهم هيعملوا مظاهرات اهو بقولها لك، ان لم يكن النهارده فيه بعد صلاه الظهر المساله معروفه يعني في الجامعه وبكره. ورايي ان لا يستدرك نهائي لكلمه عوده الحرس الجامعي، لان كل الولاد بما فيهم مش الاخوان بس، يعني الاخوان بيعرفوا يستثمروا اخطائنا للاسف الشديد كقيادات. نقعد نقول عودة الحرس الجامعي، لا يا جماعة الحرس الجامعي دوت مع احترامي الشديد يعني اتنين عساكر زيه زي الأمن الإداري يعني آخره معاه طبنجة وظابط، إنما لا الأمن يقف بره بقى، دي الحماية الحقيقية. بس هو ما زال خارج أسوار الجامعة أستاذة أنا بالمناسبة يعني. بأيد القرار ده وعشان كده الداخلية رفضت. ما بصي السادة ما هو أنت عندك المسؤولين الجامعيين للأسف الشديد هقول إيه؟ هل ما بنفكرش السياسة؟ هل ما بنديش بعد تاني اللي كلهم بينادوا بالحرس الجامعه؟ الداخليه نفسها رفضت ان عارفه انها هتبقى مستهدفه جوه. انت عارفه ان ممكن يزيد عدد القتلى والاصابات والتوليع بسبب ان الداخليه لو دخلت الجامعه؟ ده حفاظا على الشرطه. فانا الحقيقه كنت ضد خالص موضوع الحرس الجامعه لانه هيولع الجامعه، وادينا مبرر، ادينا لهم مبرر يعني يعملوا معركه من لا معركه. بس حضرتك مش شايفه ان حرس الجامعه هيحكم شويه ولا يعني حرس الجامعه ولا هيقلل حده الاشتباكات او التظاهرات اللي ممكن تحصل؟ عسكريين وظابط. بصي خلينا نعترف بس ان ان الحرس الجامعي كان موجود دخل في 81 بعد مقتل السادات لاسباب مش امنيه، لاسباب سياسيه، واحتفظ به النظام مبارك. الظابط موجود عشان يبلغ على الولاد وكده. انا رايي ان احنا دلوقتي الولاد فاهمه احنا في مواجهه امنيه. مواجهة أمنية تستلزم قوات أمن اللي هي تبقى بره الجامعة. مواجهة سياسية دي ليها أدوات تانية جوه الجامعة بقى. إحنا سيبنا الولاد كده في الطل، بمعنى طلبة الجامعة مفيش حد بيكلمهم، لا الأستاذ بيكلمهم ومستوى يعني ولا القيادات بتنزل كمان تتناقش معاهم، بيعتبروا الطالب
انتوا عبيد واسدنا لازم تسمعوا وتحفظوا اللي احنا بنقوله، انما نقاش وحوار، ما انا قلت لك التعليم السيء هو ده. فانا رايي ان احنا بندي الاخوان المسلمين بوضوح سلاح يكسبوا بيه بكلمه الحرس الجماعي ويستقطبوا بيه الشباب. وعشان كده انا بطالب الحقيقه، لانه في حكم بات ونهائي من المحكمه الاداريه العليا برفض الحرس الجامعي، خلاص ده في القانون، لان ده موجود طبقا ليه. يعني هو ليه الحرس الجامعي اتلغى؟ وليه خرج من الجامعه؟ حتى من ايام مبارك بالمناسبه، في اخر مبارك، يعني الحكم طلع في 2010، لانه مش موجود في صلب قانون تنظيم الجامعات. تأميني الجامعه ازاي؟ دي قضيه تانيه بقى ممكن حضرتك نقعد نتناقش فيها، وانا الحقيقه شخصيا سعدت بان الشرطه رفضت نفسها تخش، ان عارفه انها تبقى جوه مستهدفه، هنضربه بالمناسبه. وانا بحذر انه اترجاكم خلينا بره ونعمل على اساس الضبط النفس، وسيبوهم يهبهبوا، ما سيبوهم هيخلصوا. وبقترح على الجامعات ممكن تخلي حته للتظاهر جوه الجامعه. انا مع ان الولاد يتظاهروا في الجامعه بس بعيد شويه. بس هو الاخطر استاذه ايمان يعني مش التظاهر، الاخطر بيكون الاشتباكات واعمال العنف اللي للاسف يعني احنا عمرنا ما توقعنا ان دي تتم داخل اسوار الجامعه. ما هي الصوره دي المثاليه جدا حضرتك قلتها، دي هي خلتنا نقع في المازق طوال الشهرين اللي فاتوا جوه الجامعه. لو احنا كنا بنفكر ان صورتنا مثاليه قوي يعني الاخوان والولاد طلبه الجامعه اللطاف بتوعهم وانه مش هيعملوا كده، كنا حطينا كاميرات المراقبه، كنا حطينا البوابات الالكترونيه، وحطينا التفتيش. هو انا عايز حضرتك، انت حضرتك ما بتركبي طياره او قطر او بتخش مول حتى دلوقتي تجاري، مش بتفتش حضرتك وفي جهاز؟ طبعا. طيب بتقدري تخشي بمفرقعات ولا بتكشف؟ اكيد بتكشف. طيب احنا ما تصورناش تصوراتنا برضو المثاليه، يعني لم ناخذ في الحسبان ما حدث. عشان كده طولنا الاجازه دي عشان نواجه الطلاب اللي داخل بمولوتوف ولا بسكاكين ولا باي حاجه، والانفجارات واعمال الشغب وغيرها. ابسطها، وبرغم من كده اول يوم دراسه انفجار اهو. ابسطها، احنا لم نواجه لغايه يومنا هذا في الجامعه مثلا النقاب بيستخدم لان انت تضربي الاب. اللي حصل في امن جامعه القاهره الاداري من شهر، الراجل اللي اتقطع شرايينه بالكامل وهو في حاله خطيره جدا كان بسبب ده. العميده بتاعه الازهر اللي ضربوها واعتدوا عليها وصوروها عاريه. احنا لغايه يومنا هذا مش عارفين ناخد قرارات حاسمه، بمعنى انه 1 2 3 4. انا رايي انه نركب بوابات، نعمل كاميرات، سيبوا الاولاد يتكلموا جوه، هيطلعوا لهم 500 واحد اخرهم، سيبوهم يهبهبوا، اترجاكم ما تعرضوش ليهم. الاساتذه يعملوا حوار، رجعوا الموسم الثقافي، رجعوا النقاش السياسي جوه الجامعه. ده كفيل باني استوعب هذه التيارات واعرف اواجهها، انما طول ما انا خايفه منهم ويحطوا لي حاجه هنا، انا رايي نخليها في اخر الاخبار مش في اولها، وما نستسلمش ليهم. اما بقى مؤسسات التربيه والتعليم، الحقيقه انا كنت اتمنى ان ارى اداره الازمات، اتمنى انه مثلا النهارده تنزلوا الكاميرا ام واخده ابنها وعيله ولطيفه وبنحضر طابور الصبح، ويا اولاد احنا وقفنا المدارس عشان كذا، ولازم ندي للطالب كمان مبرر احنا وقفنا الدراسه دي. يعني الشفافيه غائبه، مع ان دروس خصوصيه بالمناسبه موجوده. تقدري تقولي حضرتك ليه المدارس الاجنبيه شغاله؟ من فبراير اللي فات؟ هما دول مش طلبه مصريين والحاله الامنيه بتنطبق عليهم، ولا دول طلبه اخرين يعني؟ اكيد. والانفلونزا الخنازير في مصر برضو يعني بيصيبهم ما يصيبنا. طبعا. ليه الجامعات الخاصه شغاله؟ يعني نتكلم اكتر عن الموضوع ده، ولكن شوفي المواطن المصري انا الاوان بقى ان احنا نتكلم معاه بشفافيه. اكيد. ونقول له الوضع، هيقتنع بالمناسبه، ويمكن يقدم لك كمان حلول للاتكاليه. يعني احنا معانا سياده اللواء علاء عبد الظاهر، مدير اداره المفرقعات بالقاهره، عشان نعرف بس منه تفاصيل اكتر. سياده اللواء صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. سياده اللواء، قول لنا تفاصيل انفجار العبوه الناسفه بمترو المرغني. لا، هي مش عبوه ناسفه زي ما حضرتك بتقولي كده، هو عبوه بدائيه صغيره في شكل محبط صوت، يعني زي البومبه الكبيره كده. ولكن حصل انفجار يا سياده اللواء؟ حصل من انفجار لعبث احد المواطنين العاملين بالمكان بيها. يعني هو لو ما كانش عرض لها ما كانش حصل فيها اي انفجار، لكن هو عبث بيها وحاول فتحها فانفجرت، بس ما حصلش منها اي اصابات، شويه ممش بارودي بس جم في عينيه.
وعملوا له شويه دموع ورؤيه وعدم رؤيه مؤقته كده، لكن دلوقتي حالته كويسه. يعني هو دلوقتي ما فيش فيه اي اصابات؟ لا 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 لا، ما تعتبرش اي اصابات. ما فيش اي اصابات تانية في اي حد؟ هو الغلطه الوحيده بتاعته ان هو عبث بيها، وبعد ما خلص الموضوع واحنا بنعقم مكانه ونفتشه لقينا واحده تانية اختها وخدناها وبيتم التعامل معاها. طيب في اي اخبار يا فندم الحاجات دي دخلت ازاي؟ يعني المفروض ان في بوابات خارج يعني على المترو. حاجه يدويه حضرتك، بقول لحضرتك دي حاجه يدويه. وهي اليدويه يا فندم ما بتبانش في الـ في الـ في البوابات اللي بتبقى موجوده خارجيا؟ مرهاني لا يا فندم، دي مش في المحطه. مين قال ان هي في المحطه؟ دي مش بوابات، ده في الشارع يا فندم، ده في الشارع. ده في الشارع الرئيسي جنب المشروع، اعلى المحطه في الشارع جنب بلدوره. هي الظاهر يعني من الحاجه اللي كانت نتيجه المسيره اللي كانت ماشيه امبارح، حد القاها في المكان دوت وسابها. طيب بس الى الان او يعني ما فيش اي الحمد لله اصابات لاي حد؟ لا 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 لا، ما فيش اي اصابات، والحمد لله تمكنا من الحصول على العبوه الثانيه بعد التفتيش والتحصيل في المكان. العبوه الثانيه خلاص تم ابطال مفعولها، مظبوط يا فندم؟ ان شاء الله ان شاء الله، الحمد لله. طيب بالتوفيق يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء علاء عبد الظاهر مدير اداره المفرقعات بالقاهره. زي ما شفنا العبوه كانت بدائيه الصنع ولم تسفر عن اصابات الحمد لله الا الشخص اللي اقترب منها، وعشان كده احنا بدورنا ان احنا نناشد المواطنين ان هم لو لقوا اي جسم غريب ما يقتربوش منه، فقط الابلاغ عنه. واعتقد ان ده هيكون امان لكل الناس اللي موجودين في المنطقه.